هذا غندي ياك. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من جديد. انتم معنا على قناة تشوف تي في مباشرة من ضواحي مكناس، وبالضبط من المهاية، من امام مستشفى او المستشفى المهاية المحلي. اليوم معنا في واقعة جديدة وفي حقائق اللي ممكن ان يمكن وصفها لأنها تكون يعني واصلة لدرجة الخطورة، لأنه ملي كنسمعوا قضايا مثل التحرش الجنسي والتستر على مثلا على 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 السرقة ديال المعدات أو هذه الأشياء، فهنا كتكون بزاد علامات الاستفهام، خصوصا ملي كنعرفوا مثل هذه القضايا أنها خاصها تدوز على يد الجهات المختصة والجهات يعني الوصية على مثل هذا الجنح أو مثل هذه القضايا هذه. لكن كنت فاجئ ملي كنسمعوا انه تم يعني لم هاد يعني يجمعوا داك الشيء مع يعني بطريقه او باخرى، وتم وضع يعني كما يصطلح عليه يعني جمعوا اللم وخلوا داك الشيء داخلي، وتم التضحيه بهاد الحلقه الضعيفه في هاد السلسله هذه اللي هو رجل الامن الخاص اللي هو السيكوريتي اللي حاضر معنا اليوم. هادشي على حساب الاقوال اللي قال لنا وعلى حساب الشهاده اللي دالنا بها، لانه مرض بكورونا من بعد تكلقى راسو ودخل في حالة ديال الحجر الصحي، إذا به تكلقى راسو أنه مطرود وأنه متهم بالتحرش الجنسي وتهم أخرى، وهذا الشيء حسب أقوال ديالو دائما. غنخليكم مع سي محمد الحارس الأمن السابق بهذه المؤسسة الصحية اللي غيعطينا يعني تصريحات ويعطينا حقائق كثيرة في هذا الموضوع هذا. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. شكرا خويا. انا خويا حارس امن خاص بمستشفى الصحي بالمهاية، مركز صحي بالمهاية. تعرضت لواحد التهمه خطيره اللي هي التحرش من طرف الماجوره ديال المركز الصحي، تحرش وتوهم اخرى. فهمتي؟ قبل بعدا نسولوك لاباس عليك بعدا الامور؟ الحمد لله ما بقاتش. الحمد لله يعني عاودتي التيست ديالك نيجاتيف؟ لا مزيان. ما كاين لا كورونا لا والو؟ لا كاينه باقا كورونا. كاينه كورونا ياك. ايوا الشهاده ديال الله ماشي ديال شي واحد. نعم. نكملوا القصه ديالك والواقعه اللي وقعت لك من بعد ما تصابيتي الكورونا. دابا كورونا وطر تعسوا في بجوج. كورونا في الوقت اللي انا في يعني في واحد المرحله اللي حساسه ومن النفسيه ديالك مريضه، ماك عارف انت كتسمع الحجر غير عند الناس، تلقيتي راسك انت داخل في الحجر الصحي ويعني فتره ناقها. ماشي مشكل واخا النفسيه مريضه وداكشي، ولكن المشكل الكبير هو ان اتصل بك الشركه ويقولوا لك انك انت ما بقيتيش خدام من بعد مرور 6 ايام، يعني في الفتره ديال النقاهه وديك الفتره اللي بنادم النفسيه ديالو مريضه. جاني انا داكشي في شكل، كان واحد الناس الشخص من العائله ديالي حتى هو كان مصاب، وكنت انا هو السبب الرئيسي. يعني انا اللي قتلت له العدوى. وقعت لك في المستشفى، خلينا غير في داكشي ديال المستشفى. المهم انا كنت جا اتصلت بيا الشركه قالوا لي راك ما بقيتيش خدام. منين طلبت في الحجر؟ في الوقيته ديال الحجر من بعد 6 ايام. فاش كنت انا في الحجر قالوا لي السبب، قال لي ان جاني فاكس من المندوب ديال الصحه كيقول انك انت ما بقيتيش خدام. قلت له عطيني السبب، قال لي ان الماجوره متهمك بتهم تحرش وعده تهم اخرى. اللي قال لك هاد الهضره هادي؟ قالها لي رئيس مول الشركه ديال الاماطه. نعم. خلي الاسماء ذكر لك. المهم المهم انا يعني ما تقبلتش داك الشيء في واحد الفتره اللي كانت عصيبه بزاف. وانت كاين تحرش جنسي، شكون هاد السيده اللي متهم بتحرش جنسي بها؟ السيده الماجوره اللي مسيره المركز الصحي ديال المهايه. هي اللي كتهمك كتهمني بالتحرش، مع العلم ان هاد السيده انا كنخدم بالليل في قسم الولاده. وانا كنجي كنخدم من 7 ل 7 الصباح. هي كتجي حتى ل 10 ونص، انا ما كنشوفهاش يعني. 10 ونص ديال اش؟ ديال النهار. يعني كتخدم بالنهار هي؟ كتخدم هي بالنهار. ما عندكش بها احتكاك اصلا؟ ما عنديش بها احتكاك اصلا لمده 3 شهور، شفتها جوج المرات وديك المره ما كتعداش دقيقه. شفتها هكا دقيقه لا اقل ولا اكثر، يعني في ظرف 3 شهور ما تنشوفش توجهها اصلا. فاش كنكون دايز بالنهار كنشوف هي الطوموبيل تاعها حبسه. فماذا بها ان انا يعني اتهمتني بالتحرش، ما بزاف ديال التهم اللي لا اساس لها من الصحه بدون شهود،
يعني بدون حتى شي حاجه. التحرش الجنسي واش تخالف فيه المساطير ديكلاراو بيت؟ هذا الشيء كله على الجهه هما في الاداره. انا بغيت نورمالمون تنعرف انا التحرش كيمشي للقضاء. الا كانت القضيه فيها تحرش وكنت انا بصح السيده تحرشت بها كيخصني نمشي للحبس، فهمتي؟ ولكن الامور بقات في الاداره، صافي عالجوها في الاداره، صافي راه بالورق على الورق راه تحرش بيا، دونك صافي انت غتمشي بحالك ما تبقاش خدام، فهمتي؟ ما جاتني بحال الحقره بحال ما يعني انا ما بغيت والو، انا باغي رد الاعتبار. انا السيد المندوب هذا هو الطلب ديالي، ما باغي والو. شنو السبب اللي ممكن نقولوا خلى هذا العداء ديالك مع هاد الماجوره ولا مع هاد الاداره ولا كما كاين؟ السبب واحد اللي هو اللي رئيسي، لانه كاين الصريحه. السبب الرئيسي ان كانت الامور ولو كانت واحد المهم المضايقات ولكن كانت عاديه، كنقول انا في اطار العمل مادام الاداره وداك الشيء راه هكاك ماشي مشكل. المشكل الكبير هو ان فاش تمت السرقه وفي الوقت اللي انا ديكلاريت وبالضبط في عيد وادي الذهب، المعدات ديال القسم الولاده اللي كانوا قبل ما يرجعوا للطبيب الجديد كلها ما لقيتهاش في النهار ديال الروبو ديالي انا اللي ما تنخدمش. انا ما كنخدمش الجمعه، جيت نهار السبت دخلت مع السبعه د العشيه كنلقى ان المعدات ديال المستشفى ما كايناش. انا قلت انا يمكن عادي، انا ما ربما ما عنديش فكره كذا. سولت اللي سولته كيقول لي ما شتش، لدرجه ان حتى الطبيب اتصلت به كيقول لي انا ما عارفش وما شتش. الماجوره كنتصل بها ما كتجاوبنيش مع السبعه ونص ديال العشيه ما كتجاوبنيش. ديالك ولا الزميل ديالك اللي معاك في العمل اللي طلق لك يعني من يعني اللي طلق لك الفريز مع السبعه، هو هذاك النهار ديال الجمعه كان هو كان وادي الذهب يعني ما خدمش بالنهار، دونك جا حتى للسبعه فاش قلنا له قال لنا ما شتش. ولكن في التصريحات من بعد فاش جا الطبيب هو اللي قال ليه راه التقني ديال الطبيب هو اللي هز داك الماتيريال وداه. هذا قالها السيكيريتي هو اللي قالها لي. أيه. عارف عالم على داك الشيء. اييه قالها للطبيب. الطبيب قال ليه انا قال له غادي نتصل بالدارك وداك الشيء حيت ما يمكنش حنا ما فراسنا والو. هذا الشيء مع من شنو كيديروا هاد الناس؟ حتى شي واحد ما فراسو. هذاك الشيء داروه هما دوك جوج الناس. من بعد انا فاش جيت انا ديكلاريت سولت قالوا لي راه ضروري خصك ديكلاري، يقدر يجيو اثنين يقول لك الماتيريال اللي كان هنا راه فين مشى، فهمتي؟ يقدر يجي نهار اثنين غادي يقول لك الماتيريال فين هو. نعم زيد فهمتي. اضطريت اني نديكلاري وداك الشيء. قلتها للطبيب اييه قلت ليه راه شنو قال لي اتصل بالماجوره. اتصلت بالماجوره ما جاوبتنيش. الطبيب هو المدير ديال المستشفى. المدير ديال المستشفى هو ما كانش فراسو اصلا داك المعدات ما كايناش حيت فاش سولته قال لي انا ما فراسي والو. من بعد داك الشيء صافي تدمص داك الشيء واحد المده ديال 20 يوم. من بعد هذيك ال 20 يوم كنت انت شي محضر كما قلتي لي؟ كتبت انا واحد المحضر ديالكم. كتبت واحد المحضر النسخه راه عند التفاصيل. النسخه راه عند الطبيب اللي هي اللي زاد المحضر ديالي مع الكتابه ديالو هو. فهمتي؟ وصيفطها للمندوبيه. من بعد دوزنا واحد المده قال لي الطبيب راه مازال ذاك الملف راه ضامصينو. قال لي ضامصينو، فهمتي كيفاش؟ فاش ضمصوا داك الشيء قلت انا ماشي مشكل، انا صافي يعني ديكلاريت ما بقاتش عليا اللومه، دونك انا ما عنديش مشكل. نعم. فهمتي هما يعرفوا داك الشيء. ولكن من بعد تعرضت لواحد التعسفات من مور داك الشيء، واحد المضايقات يعني ما تصورهاش. تحرمت من حتى الكرسي ما نخرجوش برا. الا قلت لك ان كناخذوا 1000 درهم في الشهر. 1000 درهم في الشهر. والكونترا كنخدم 12 ساعه في النهار، يعني من السبعة حتى للسبعة. وتنبقى أنا حتى للثمانية. في النهار في الشهر؟ كنخدم يلا الجمعة اللي ما تنخدمش بالليل. وثلاث شهور الأولى خدمتها خلاص كلها بدون توقف. حيت الماجورة ما بغاتش تعطيني روم بلاسمون. شحال دايرين معك في الكونترا؟ قلت لي أنك دابا باقي في قضية مع الشركة. الكونترا فيها ثلاث شهور، سالات ثلاث شهور. من بعد فاش سالات ثلاث شهور ديال الكونترا، بقينا خدامين في النوار. ما جدوا لنا كونترا لا لا حتى شي حاجه اصلا. صافي من تما بقيت في المضايقات حتى جا القضيه ديال كورونا. حتى مرضتي؟ حتى مرضت. وفاش مرضت
مشيت قالوا لي انني بوزيتيف. الباب ديال القسم ديال الولاده كما قلتي لنا. اه؟ جبتنا باب كنتي خدام. في قسم الولاده. الباب ديالك. اه. نعم. شنو المطالب ديالك دابا؟ انا باغي نرد الاعتبار. انا بغيتهم علاش 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 كاينين اللي. عارف هادشي اللي كتقول فيه انه راه تهم اللي. اه بطبيعه الحال انا باغي نرد الاعتبار وانا كنتحمل المسؤوليه. حيت انا مع الحق والله كينصر الحق. باقي عندك هذا المحضر هذا اللي حررتي؟ اللي حررت باقي عندي ديال السرقه اللي تمت نهار وادي الذهب في العيد ديال وادي الذهب اللي كان المركز الصحي ما خدامش. واخا اخر رساله بغيت توجهها للمشاهدين والمسؤولين انا الان. انا بغيت انا كنطالب بحقي، بغيت رد الاعتبار إنصاف. فهمتي؟ بغيت الانصاف، بغيت المساواه، فهمتي؟ ما يمكنش واحد الشخص يمشي يكتب بك في اداره فهمتي ومباشره يجي مدير الاداره يحكم عليك بالطرد، انت ما خدامش. يعني علاش هو كيختار الطريق الاقصر ويضحي بالسيكوريتي؟ حيت هو غير عامل امن خاص، يعني هو ما محسوبش او لا ما نعرفش، فهمتي؟ وانا كنطالب بالمساواه وبغيت رد الاعتبار، وحيت انا ما غاديش نسكت. هذه رساله للسيد المندوب، الله ياخذ الحق. انا كنقولها حيت ظلموني وتظلمت وتعرضت يعني الطرد التعسفي في الفتره اللي انا مريض بكورونا بواحد الطريقه يعني ما راه عاوله النفسيه ديالي لا حتى شي حاجه. انا والديك عندي الوالده والوالد الله يخليهم ليا، والوالده اصلا مريضه وما تنقول ليهاش هذا الشيء، ما عارفه والو حيت حالتها الصحيه شويه من الضهوره، ولكن كاين الله عز وجل. انا حاجه وحده كنطالب من السيد المندوب انه ياخذ حقي. انا ما غاديش نسكت، انا باغي رد الاعتبار، انا ما باغي والو، ولكن باش ان السمعه ديالي تخياب ويقولوا لي الناس انك انت كتحرجتي وتولي الهضره ونوليو ندخلوا في واحد. اذا كان تحرش ندوزوا للقضاء. حتى انا الا كنعرف انا التحرش نمشيو عند وكيل الملك، نمشيو عند القضاء، حيت مساله التحرش هي شي حاجه كبيره. اثبات ديال التحرش. واذا كان تحرش خصنا شهود، خصنا اثبات، خصنا حيتيات، خصنا شي حاجه. منين شنو هو التحرش؟ شكرا سيدي محمد، شكرا على هذه التفاصيل اللي عطيتينا. كنتمنوا ان الرساله ديالكم انها توصل. كنشكرك بزاف على هذه التصريحات اللي عطيتينا، ونتمنوا ان الحقيقه تبان ويتم رد الاعتبار ديالكم ورسالتكم توصل. متابعي قناه شوف تي في، كنتم معنا من امام مستشفى المهايا، كنشكركم. كان معنا هذا في يعني في حادثه من الحوادث اللي كتوقع، فالرجال الامن الخاص كما كنعرفوا، كنتمنوا ان هذه الرساله تلقى الاذان الصاغيه ويتم انصاف هاد السيد. إلى اللقاء، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.